انطلاقا من بوابتها الشمالية باتجاه مركز المدينة، واجهة البصرة آيلة للسقوط وفقا لمطبات جسر الإكزيسة، فما عليه وما تحته لا يشير إلا لانفلات مروري وعشوائية لا حدود لها، ولا يعرف بأي لحظة تنهار الأجزاء التي وصلت لمستوى تباعد مخيف جدا. البوابة للإكزيسة ما حد مصلحة نهائيا، يعني هاي هسوى ما جاي يتعده، ما يروح للقرنة، ما يطلع. هذا الجسر قلت لك بعد هي الشضاي مال الجسر الحفر من ضربه الامريكان مال الحرب، لحد الان يعني هو عوزه بس تبليط. شنو عوزه؟ يعني اللي يجي قلعه وياخذ له مقاول ويحط له شركه بوق بي وفرد شي. ولا تنفرد واجهه البصره بجسر منهار فقط، فالبوابه الكالحه تضيف نوعا من التشاؤم، وما يسبقها من شارع اصبحت الحفر والمطبات هي السائده فيه. علامات التعجب يضعها المواطن متسائلا عن سبب ترك واجهة أغنى مدن العالم بهذا الشكل. ليش؟ ماكو فلوس ميزانية بين مع الدولة؟ كل شيء بيها، محافظة بيها فلوس، بيها نفط، بيها غاز، بيها تراث، هذا منفذ قبالك مال إيران. تعال شوف ضرائب مرور، نفط، منافذ، قصر، سفان، وين تروح فلوسها؟ وارداتها وين تروح؟ غير الدولة. ماكو هذا شارع الأكاديمية قبالك ها، يروح الدولة. هذا شارع مال الأكاديمية يروح للدولة. يروح لغير محافظة، يروح يعبر غير دولة يعبر. نموذج لواحدة من مشاعل المشتقات النفطية في مدينة تطفو على بحر نفطي، لكنها لم تجني منه سوى الملوثات والعشوائيات وأطماع الأحزاب. ما ألقى بها في مؤخرة ترتيب مدن العالم النفطية اقتصاديا وخدميا وأمنيا. أسباب مالية تتعلق بالموازنة، ديون مجمدة للمحافظة في المركز منذ أعوام، إجابة شاملة للمشاكل الخدمية والمشاريع المتلكئة في عموم البصرة. أركان تقي، قناة التغيير.